المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في القناه ديالي الهام شلال جسبان. ان شاء الله تكونوا بخير على خير، تكونوا فرحانين، تكونوا نشطين، وتكون الامور ديالكم زينه وفي تمام عند جميع السيدات وجميع الحبيبات المتتبعات للقناه اللي هي اكيد دائما الهام شلال. الغسله ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم غادي تكون وصفه مختصه بالتجاعيد، كما ما هو مكتوب في العنوان او كما قريته من العنوان. ف مهما كان العمر ديال كل سيدة، سواء 60 ولا حتى 70، فان شاء الله غنتخلصوا من التجاعيد بفعالية، غنتخلصوا من التجاعيد مهما كانت الحدة ديال التجاعيد ان شاء الله. فنتمنى انه هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم، ترضيكم وتستفدوا منها يا رب. الى عجبتكم ما تنسوناش بالبيك لايك وتشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك موجود اسفل الفيديو، ايضا ضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وايضا ما تنسوش تخليوا لنا تعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم والاسئله ديالكم كلها في لي كومونتير ولا في خانه التعليقات. الى حتى نتوما سواء البنات او السيدات اللي عندكم وصفات طبيعيه لعلاج التجاعيد او لازاله التجاعيد من البشره ديال الوجه، فخليو لينا الوصفات، خليو لينا الخلطات الطبيعيه اكيد 100% في لي كومونتير اون ديتاي، يعني بالتفاصيل باش نقدر نفهموا الوصفه اكثر واكثر. وان شاء الله انا نحاول نجربها، واكيد اكيد ان شاء الله اللي عجبتني وعطتني نتائج زوينه غادي نجي نبارطاجيها معكم هنا في القناه باش نقدر تعمل الفائده للجميع. فباش ما نطولش لكم اكثر، نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه لعلاج التجاعيد مهما كان العمر ديالك، يعني واخا يكون حتى 70، وطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. دونك اول مكون نحتاج ليه البنات، سنحتاج الى الحليب نيدو اللي كيجي بهذا الشكل. هذا الحليب نيدو غبره غادي نحتاجه في هذه الوصفه، هذه ضروري ومؤكد. ايضا سنحتاج الى العسل، وسنحتاج الى جيل لالويفيرا. هذا الجيل هذا رائع جدا 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 لعلاج التجاعيد. ممكن تزيدوا تعمقوا في الموضوع اكثر وتبحثوا اكثر سوغ انترنيت، وغتلقاو بزاف ديال المعلومات عليه وبزاف ديال الفوائد والمزايا، صراحه الله لا تعد ولا تحصى. فهاد جيل لالويفيرا هذا البنات رائع رائع رائع، مغذي وعنده بزاف الخصائص لعلاج التجاعيد. الا خديتوا النبذه ديال لالويفيرا ممكن يعني تحلوها من الوسط وتاخذوا الهلام ديالها وتستعملوا، غيكون افضل لانه كيكون طبيعي اكثر اكيد. ولكن الا ما متوفرش عندكم يعني النبته ديال لالويفيرا، فممكن تاخذوا غير الجل ديال لالويفيرا. هذا الجل هذا متوفر في الصيدليات في لي باغا فارماسي وسي في المحلة التجارية سواء الكبرى او الصغرى، منها عفوا يعني متوفر باغتو. ايضا حتى عند الناس المختصين في بيع مواد التجميل راه عنده، يعني غير قولوا ليه الجل لالويفيرا وغادي تاخذوه من عنده. ودائما لو بري ديالو راه تيبقى على حسب الكميه واش هي قليله ولا كثيره. فهاد الشيء اللي كاين البنات، هادو هما ثلاثه ديال المكونات اللي غادي نحتاجهم باش نعالجوا التجاعيد واخا يكون العمر ديالنا حتى 70 ان شاء الله. فباش ما نطولش لكم اكثر، نمشيو لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. بالنسبه للحليب اللي نيدو البنات غيساعدنا حتى على التبييض، لانه بزاف السيدات كيقولوا لي بغينا نعالجوا التجاعيد او ميم طون نبيضوا البشره. فبالنسبه للحليب نيدو غيساعدنا على علاج التجاعيد، وايضا البقع الداكنه يفتحهم لينا ويساعدنا ايضا على تبييض البشره. فبسم الله على بركه الله، باش ما نطولش لكم اكثر، غادي نضيف الحليب نيدو العسل. ملعقه اولى وملعقه ثانيه، نتوما اكيد الكميه كتبقى اختياريه، ممكن يعني تكثروا الكميه كيف ممكن تقللوها، باش هو دائما كيبقى راجع لكم.
فدابا غادي ناخذ جل الوفيرا ملعقه اولى وملعقه ثانيه، يعني جوج ديال المعالق. غادي نزيد نضيف ديك الكميه المتبقيه عندي ديال جل الوفيرا، فبعد ما كتصبح لينا الوصفة بهذا الشكل هذا هانتوما، بعد ما كتصبح بهذا الشكل يعني كتكون عقدة شوية ما كتكونش سائلة بزاف، فكنطبقوها على البشرة ديال الوجه ديالنا اللي كتكون نظيفة اكيد، ومن بعد كنتظر واحد المدة ديال 20 دقيقة او 15 دقيقة المهم حتى نحسو بها نشفات. بعد ما كنشوف كنغسلو الوجه ديالنا بالصابون او الغسول والماء الدافي اكيد، ومن بعد نلجؤوا لزيوت طبيعيه لترطيب البشره ديال الوجه، وايضا يعني زيوت اللي تساعدنا على اننا نعالجوا التجاعيد. فانا هنا يعني غنعطيكم بعض الزيوت، لانه بزاف السيدات كيقولوا لي عفاك ورينا الزيوت اللي ممكن نرطبوا بهم البشره الوجه ديالنا بعد ما نستعملوا الوصفات الطبيعيه. فاول زيت غادي نوريه لكم هو زيت الصبار. هاد الزيت هذا البنات غني بزاف ديال الفيتامينات، غني بزاف ديال الفوائد اللي صراحه الله لا تعد ولا تحصى، مهما كان العمر ديالك سواء 70 60 ممكن تستعمليه، 50 ايضا 40 ايضا، يعني بزاف السيدات عندهم تجاعيد تحت العين محيط العين، يعني هاد الزيت هذا كيعالج التجاعيد فين ما كانوا مهما كانت الحده ديالهم. زيت مضاد للتجاعيد بزيت الصبار، هاد الزيت هذا راه متوفر بكثره في المحلات التجاريه سواء الكبرى او الصغرى منها، ايضا الصيدليات لي فارماسي والناس المختصين في بيع الزيوت الطبيعيه. نقراو بعض المزايا التجميليه ديالو باش تزيدوا تعمقوا اكثر. فبالنسبه للمزايا ديالو فهو تركيبه بزيت حبوب الصبار الغني بالاوميغا 6 والاوميغا 9 والفيتامين او، ملطف ملين مجدد للبشره وخاصه البشره الجافه، الشحبه كما كنقولوا حنا، مضاد للشيخوخه المبكره للبشره، يعني حتى السيدات اللي في عمر العشرين او الثلاثين عندهم تجاعيد مبكره فكيعالجها، يطهر فروه الراس ويمنح الليونه واللمعان للشعر الجاف والمقصف، يعني عنده عدة استعمالات، عنده عدة مزايا وعدة فوائد. كنصح به بكثرة أنه كل سيدة تاخده وتستعمل منه غير القليل، يعني أنا شخصيا كل ليلة يعني كنستعمله، يعني كل ليلة تقريبا كنستعمله هو زوج أخرى، يعني ماشي غير هو دائما، وإنما يعني الاستعمال ديالو كناخد غير القليل منه وكندوزو على بشرة الوجه ديالي، يعني ماشي كمية كثيرة، يعني هاد القرعة هادي اللي فيها على ما أظن 60 مليلتر، فغادي تكفيكم البنات واحد المدة يعني اللي هي مدة طويلة.
بالنسبة لتاني زيت اللي غادي ننصحكم به اللي هو زيت الأرغان، كنا تنعرفوه مغذي مجدد، يعني كيعالج التجاعيد، كيبيض البشرة، كيزول لينا لي تخاس، يعني مفيد ورائع جدا. نقراو بعض المزايا التجميلية ديالو. زيت جد غني بالفيتامين أو، زيت مغذي مرطب واقي ملين مقوي مدمل ومضاد للأكسدة، مثالي للبشرة الجافة والمجعدة والفاقدة للحيوية، مضاد للشيخوخة المبكرة للبشرة التي يمنحها ليونة ومرونة، ينعش الشعر الجاف والباهت ويكسبه اللون معان، يقوي الأظافر المرهفة والمتكسرة. يعني عنده عدة استعمالات ممكن تستعملوا حتى الأظافر. فهذا هو الزيت الثاني، وهذا هما جوج ديال الزيوت اللي جبت لكم في هذا الفيديو هادو. لإزالة التجاعيد وايضا لتبييض البشرة وتخلص من الإدخاس، البقع الداكنة ونمشو الكلف. فنتمنى ان هاد الوصفة نالت الاعجاب ديالكم يا ربي. الى عجبتكم ما تبخلوش علينا بالبيك لايك، تشتركوا في القناة، تضغطوا على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. جميع الروابط غنخليها لكم اسفل هاد الفيديو، يعني في الديسكريبشن بوكس او في لاباغ دانفو او في صندوق الوصف. وبدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو. وبالنسبه للسيدات اللي غيقولوا لي شحال مره نبقاو مستعملين هذه الوصفه في الاسبوع، فانا كنصح بها ما بين مره الى مرتين في الاسبوع مع الترطيب بزيوت طبيعيه لعلاج التجاعيد ولتبييض البشره. فنشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.